صار بس إن أمكن أنتوني غيرت مصلحة إلى صفة، ممكن توضحون لي ليش؟ ليش؟ أوه لو سمح سعادة النائب، من حقك أن تسأل ووجه كلامك لي سعادة النائب يوسف زينب. لا عيب، عيب أصلا، أنا خلاص بروح البيت. لا الله يسلمك، من حقك إذا ما عاجبهم خلاص على المقرر. أنا بعرف يعني ليش الصفة من شاء الله. من حقي. نعم من حقك. شو ألفتكم أنت؟